خلف كواليس تحرير مدينة الرقة هناك آلاف الأطفال ممن عاشوا تحت كنف داعش وعانوا مرارة الحرب والتضييق خلال السنوات السابقة لحين خروجهم من المدينة. في مخيم عين عيسى أطلقت جمعية البر والإحسان بتمويل من منظمة اليونيسف مشروع أمل الذي يهدف إلى دمج الأطفال في الحياة من جديد وإخراجهم من دوامة العنف التي عاشوها قبل عدة أشهر. مشروع أمل والتفاصيل في سياق التقرير التالي. على أطراف مخيم عين عيسى بريف الرقة بدأ هؤلاء الأطفال حياة أخرى بعيدا عن سنوات الموت التي عايشوها. قد يكون خروجهم أحياء قبل عدة أشهر من عاصمة داعش خلال عمليات تحريرها فرصة لم يحظى بها الجميع، إلا أن ذاكرتهم ما زالت مليئة بمشاهد الرعب. هبة على سبيل المثال لم تتجاوز 5 سنوات، فقدت عائلتها بالكامل في مدينة الرقة كما أصيبت هي بجروح. ترتاد الطفلة اليتيمة هذه الروضة المختصة بالدعم النفسي والتربوي بعد انتقالها برفقة أقارب لها للعيش في هذا المخيم. هبة أبوها وأمها وأختها راحوا بالقصف بالطيران، ما صفت غيرها الطفلة هاي لحالها، ومن صابة بعينها بشظايا ورجلها بها شظايا، جسمها بيه شظايا، بس مو همني، همتني عينها بس اني انقذ بس عينها. وقام حاليا ادفعها على المدرسه، يعني شوي تلتهي تضيع لانه عندها خوف من تسمع صوت الطيارة، لحد الان تخاف منها، اي صوت تسمعه تخاف منه، لسه عندها صدمه. بتمويل من منظمة اليونيسف وتحت إدارة إحدى الجمعيات الخيرية انطلق مشروع أمل الذي يحمل شعار المساحة الصديقة للطفل، والذي يقدم الدعم النفسي للأطفال لمساعدتهم في تجاوز آثار الحرب والاندماج في المجتمع من جديد، وذلك من خلال نشاطات في الرسم والموسيقى والتوعية بكافة أشكالها. مشروعنا قائم من بمخيم عين عيسى من بداية الشهر السابع. عدد الأطفال اللي يستقطبهم المشروع هو 350 طفل، طبعا من عمر 6 سنوات حتى 18 سنة. الأطفال يداوموا على المركز لمدة 3 أشهر. كما يعمل ضمن هذا المشروع عدد من المختصين في شتى المجالات التربوية والترفيهية. طبعا هنا كله أطفال وهاي ما عاشوا حياة الطفولة، غضوها كلها حرب ومشاكل، وهاي نحاول إنه بهاللحظة هاي برنامجنا إنه نعوضهم ولو شيء بسيط، يعني إنه نحسسهم إنه لسه الدنيا بخير وإن شاء الله راح تظل بخير، وما نحرمون حقوقهم خالص، لا لعب لا ضحك، ونحاول إنه نرسم بسمة على وجوههم. لا تنتهي الحرب ضد داعش بتحرير المناطق التي احتلها، فللحرب أشكال أخرى من بينها عملية إخراج ما خلفه التنظيم من سواد فكري عمل على زراعته داخل أذهان هؤلاء، وهو يحتاج إلى الكثير من الجهد.